أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ونفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق. وخلال لقائه وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بايبا بريز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد الوزير على ضرورة الكف عن الممارسات التي تستهدف إدخال المنطقة في حلقة مفرغة من المواجهات والتصعيد، مشددا على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما أعرب الوزير عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير بجنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.